بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ضيف مصر الكريم، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي نتكلم بالعامية المصرية لأن اللحظة بالنسبة لي أكبر من نصيغ لها أي دباجات. أنا هتكلم بطبيعتي عشان عايز الكلام يوصل زي ما أنا حاساه بالظبط. وأنا واقفة قدامكم في تيارات أفكار ومشاعر كلها عكس بعض، في كذا آية بيكلموكم دلوقتي. في آية اللي فرحانة إن المنتدى بيخلص، وفي آية اللي زعلانة إن المنتدى برضو بيخلص. يمكن ده اللي اللحظات الكبيرة بتعمله فينا، يمكن يكون حماس الشباب اللي بتغلب عليه العاطفة وبيبذل مجهود مضاعف عشان يغلب عقله. أكيد كلكم مريتوا بلحظات مشابهة. لو هتكلم عن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، ولو أقرينا بنجاحه بالرغم من إن دايما في ملاحظات ومساحة للتحسن، فاسمحوا لي ان اقول ان النجاح عمر ما كان حاجه سهله المنال. الحاجه دي كلها عارفينها، لكن اللي اتعلمته في تجربه المنتدى السنه دي ان بجد محدش بينجح لوحده مهما كان شاطر ومجتهد، وده السحر الحقيقي للنجاح. ويمكن عشان كلنا بنحتفل بيه، اي نجاح بيتطلب لمه واحتفاليه، لان كل شخص في دايرتك سواء كان ليه دخل مباشر او غير مباشر هو جزء من نجاحك. لو بدعوة طمنتك أو بنصيحة وعملت بيها، ابتسامة في وشك في وقت أنت كنت فيه في أمس الحاجة للتعاطف، كل دول شركاء نجاحك، كل دول جزء من فريقك. ولو أنا واقفة قدامكم النهاردة ده مش عشان أنا بحب أقول خطب، العكس هو الصحيح، لكن أنا بمثل فريق كبير قوي ساهم في النجاح اللي اتحقق، والفريق ده مش هيكتمل نجاحه من غير ما يحتفل بيه معاكم، لان انتوا جزء اساسي من النجاح ده، كلكم جزء من الفريق ده. الحدث اللي احنا فيه النهارده، حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثانيه، مش حدث مستقل بذاته، دي سلسله من الاحداث. يمكن بدايتها هي كانت مبادره سياده الرئيس باعلان عام 2016 عام الشباب المصري. المبادره دي نتج عنها حاجتين مهمين قوي: انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وانطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب. المؤتمرات الوطنية هي اللي نتج عنها فكرة منتدى شباب العالم، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هو اللي طلع منه فريق تنظيم المنتدى ده، اللي مسؤول عن كل صغير حاجة، كل حاجة كبيرة وصغيرة في المنتدى ده اللي بنحتفل بيه وبنجاحه دلوقتي. رحلة طويلة ومش سهلة فعلا، بتختبر معدنك، لأنه غير السهر والتعب وساعات الشغل الطويلة مفيش نجاح بيجي بسلاسة، لازم هتقابل عقبات، خططك هتبوظ، وفي لحظة ممكن تكون فاكر إنك مسيطر على كل حاجة وتكتشف إنك مضطر تبدأ من جديد. الضغوط دي بتخليك تواجه نفسك، تدور جواها على قوة تستمدها عشان تكمل، بتدور على أي حاجة تلهمك وتشحن طاقتك. ساعات بتيجي في شكل حكمة من الكبار، وساعات بتيجي في شكل جملة اتقالت من أصغر عضو في الفريق. دي اللحظة اللي بتدرك فيها أهمية كل فرد بيشتغل معاك، اللحظة اللي بتفتكر فيها أنت إزاي بدأت وكنت إزاي عايز تحقق حاجة وصلت لها، اللحظة اللي بتفتكر فيها أنت ليه بتعمل اللي بتعمله، وبتفهم كمان أنك مهما فرحت بنفسك ومسؤولياتك الجديدة عمرك ما هتعرف تنجح لوحدك. اللي عايز أقوله أنها حلقات متصلة، أجيال بتعد أجيال، بتفكر إزاي تجهزهم وتمكنهم، ولما تلاقيهم جاهزين بتسلمهم المسؤولية. أول امبارح كانوا بيعلمونا، امبارح بيشغلونا ويتابعوا معنا ويصححوا كمان أخطأنا، والنهاردة قاعدين وسط حضراتكم فرحانين بينا وبيسقفونا. من أحلى اللحظات في الحياة وأصعبها لما مديرك اللي علمك كل حاجة وبترجع له في كل كبيرة وصغيرة، وبيجي في مرحلة ويقولك ماليش دعوة اتصرف قرارك، بتتخض، وواحدة واحدة بتفهم إنه بيقولك إن وقتك جه. ومنتدى شباب العالم اتعمل عشان يقول لكل شباب العالم إن وقتكم جه. سيادة الرئيس لما قرر يرعى المنتدى ويرسل الدعاوي باسمه، كان بيقول لكل قادة العالم إن وقت الشباب جه. والسنة دي في النسخة الثانية لما تقرر إن إدارة المنتدى تكون كلها مش شباب، كان تأكيد على الرسالة دي: وقتكم جه يا شباب، التجربة دي بتاعتنا يا شباب، وإن شاء الله هتستمر وتنجح وتكبر طول ما حلقة الوصل موجودة.
طول ما حلقة الوصل موجودة، طول ما الخبرة بتتنقل وبتتطور، تجربتنا هتكبر من جواها. وزي ما النهاردة بنقول إن جه وقتنا، هيجي يوم ونقول فيه الأجيال بعدنا اتصرفوا قراركم، شيلوا المسؤولية، دلوقتي وقتكم. وفي الآخر اسمحوا لي بالنيابة عن 100 شاب وشابة هي قوام اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إني أقدم لكم فيلم بيوثق رحلتنا، رحلة منتدى شباب العالم في نسخته الثانية. واستأذنكم السادة غير المصريين يقدروا يتابعوه من خلال سماعات الترجمة. شكراً.